بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في المحاضرة السابعة لكورس Document and Information Management النهاردة 25/6/2022. لسه برضو في المديول الأول. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اتكلمنا عن الRegistration. حد فاكر حاجة من الكلام اللي احنا قلناه؟ ايه هو تعريف التسجيل او الريجستريشن؟ تمام، اللوج، تسجيل وتدوين كل المستندات. تمام. طيب احنا كان التعريف اللي احنا كنا قايلينه هو قائمة بجميع المستندات الموجودة في المشروع، عادة ما بتكون رسومات او اجراءات او نماذج مواصفات. من المهم وان احنا بنتمكن من تحديد اخر اصدار لكل وثيقة فيه. طيب كان ايه الهدف ولا كان ايه المميزات اللي بتخلينا نستعمل حاجة زي اللوج او الريجستريشن، او ان احنا بنعمل كل البروسس الكبيرة المتعبة دي؟ كنا بنعملها ليه؟ ايه المزايا بتاعتها؟ متابعة وسهولة الحصول على المستندات، سهولة التتبع، سهولة وصول البيانات بدون فتح الملفات كلها، تسهيل وصول المستندات، سهولة الرجوع اليها، approved، وكمان التوثيق. تمام، متابعة المستند، الرجوع إلى أي داتا، check duplicated. تمام، معرفة آخر نسخة معتمدة. صح يا أستاذة أميمة؟ تحديث، أوكي، approval، registration، achievement، no need to hard copy، كنترول داكيومنت فايلز. بس محدش قال ان هي مثلا بتقلل الوقت المطلوب تقديم المستندات، محدش قال ان هي بتقلل مساحة التخزين بتاعت المستندات. وصول الداكيومنت، نقدر نتراك الابروفلز بتاعتها وصلت لفين، ونتابع كل الريتريفل لفين، ونقدر نعمل ايوه. تمام، ايزي تراكينج. طيب كان ايه من الحاجات المهمة اللي احنا لازم ما بنستغناش عنها في اي ريجستر؟ احنا قلنا ان احنا عندنا حوالي 5 elements كده لازم الريجستر يكون موجود، اي ريجستر لازم يكونوا موجودين: التايتل، الريفيجن، الريفرنس، الريف، نمبر، ديت، ريفرنس، جود، اورجانيز اوف دوكيمنت، ديسيبلين. صح، ديسيبلين، الريسيف، ابروفال ديت. صح، hyperlink، attachments، document type، status، stamps. يعني ايه stamps؟ ما احنا مش هنعرف نشوف ال stamps هنا. responsible، drop list. بالظبط كده. طيب احنا كنا اخدنا المرة اللي فاتت الassignment بتاعنا كان ان هو ازاي احنا نقدر نعمل correspondence look، نقدر ان احنا نتراك في الستاتس بتاعت اللترز او الكورسبوندنس وقفت لفين او هي واقفه عند مين. في نفس الوقت قلنا ان احنا لازم ان احنا نستعمل حاجه من الحاجات اللي احنا اتعلمناها في المحاضره اللي فاتت زي الدروب ليست او الهايبر لينك او الفورمولا او الايكويشنز. طيب هو انا ليه مثلا قلت لكم ان احنا نعمل ده من غير ما اشرحه الاول؟ لان في ناس كتير كانت قالت لي بعتالي حاجات، يعني بعتالي كوبي بيست من الحاجات بتاعت مثلا الاي ار او الشوب دروينج او حاجه زي كده. احنا ليه اخترنا الكورسبوندنس بالذات وما شرحناهوش المحاضره اللي فاتت وقلنا ان احنا هناخده اساينمنت؟ حد عارف؟ حد عنده فكره؟ طيب محدش عنده فكره. طيب احنا عملنا كده اولا لاكتر من سبب، لان عليه مشاكل دايما بين المقاول والمالك. لا، احنا بنتكلم عن بوكنتو، على السكيلز بتاعتكم، على مهاراتكم انتوا الشخصيه. اولا عشان نعمل ايفالويشن لحضراتكم، فهمتوا، قدرتوا تستوعبوا ايه من اللي انا قلته، ايه دخل مظبوط وايه فهمتوه كويس جدا وقدرتوا ان انتوا تطبقوه، وايه ما ايه حضراتكم ما قدرتوش ان انتوا او انا قصرت او انا ما عرفتش اوصل لكم المعلومه مظبوط. تمام، دي حاجه. حاجه ثانيه، علشان لو حضرتك مش عارف تعمل حاجه زي دي هتلجأ ان انت تعمل سيرش على المعلومه، فكون ان انت تعمل سيرش على المعلومه انت مش عارفها حضرتك كده عمرك في حياتك ما هتنساها،
هتلاقي ان قدامك بيظهر قدامك معلومات تانية جديدة. انا طبعا مش هقدر ان انا اوفي اقول كل التفاصيل اللي ممكن ان انا حطها في دماغي ان انا اقولها، ممكن اكون هنسى حاجة، مش مرتبة الحاجة، ممكن تكون في تفاصيل مش بعرف ان انا يعني ما بعرفش اشرحها، او في حاجات كده بتبقى هي اوريدي خلاص معروفة عنها فما بعرفش اشرحها نظري. فبالسيرش بان حضرتك هتبحث عن المعلومة دي على الانترنت، او على فورمولا بتتعمل ازاي، او على ايكويشنز بتتعمل ازاي على الانترنت، هيخلي حضرتك تستعملها اولا، ثانيا هيخلي حضرتك عمرك ما هتنساها. عشان كده احنا دايما بندي الاساينمنت في حاجه احنا ما شرحناهاش، حاجه لسه جديده عليكم، علشان تفضل ثابته، عشان لما حضرتك تجرب ان انت تعملها وتلاقي ان في حاجه ما كانتش معموله صح، في حاجه ما اتعملتش كويس، لا في حاجه كانت معموله احسن من كده، ساعتها عمرك ما هتنسى المعلومه دي. تمام. احنا كان عندنا في الاساينمنت، كان احنا طبعا كل مره قلنا ان احنا هنختار 5 من المشاركين معانا هيكون هم ادائهم احسن اداء في المجموعه. طبعا كان اداء المجموعه المره دي مشرف جدا، كانت ما شاء الله كل اللوجز اللي جات لي كانت كلها كويسه، كان فيها حاجات كتير جدا متميزه، بس طبعا احنا كان الاتفاق ان احنا نختار 5 بس. فاحنا اخترنا من الخمسه اللي موجودين معانا اللي كانوا هما باعتين في الاساينمنت بتاعتهم في مواعيدها، يعني دول اول 5 بدأوا معانا الاساينمنت. تمام. اول حاجه استاذ محمد مكي، 2 استاذ محمد حامد، 3 محمد جمعه، 4 استاذ مصطفى عبد الناصر، 5 استاذ شاذلي احمد. تمام. دي كانت اكتر ناس بعت الاساينمنت بتاعتها مميز جدا، كانت بعتها في الوقت، ودول يمكن اكتر اول 5 بعتوا الاساينمنت بتاعتهم. طيب نيجي بقى نبص احنا الاساينمنت ده عملناه ازاي. طيب اول حاجه احنا بنتكلم فيها هنا زي ما اتفقنا ان اول حاجه الريفرنس ديت، الريسيفد ديت سوري، ده اول حاجه الريسيفد ديت، تاني حاجه الريفرنس نمبر، بعدين لازم نحدد الكورسبوندنس دي من مين لمين، طبعا دي حاجه مهمه جدا عشان ما نضطرش ان احنا نفصل الكورسبوندنس عن بعضها ونخلي ان عندي انكومنج لوحده والاوت جوينج لوحده. فدي حاجة بتخليني لو أنا مثلا لو أنا 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 الشخص أو أنا شركة الكونسلتنت اللي هتبعت ده، فبختار إن ده أنا اللي بعتاه لأي حد أنا هبعته هو مين الشركة التانية، وبعد كده ده التايتل بتاع الـ اللاتر بتاعي أو الكورسبوندنس. في حاجة هنا زيادة إحنا مزودينها عن باقي اللوجات، إن أنسر تو. تفتكروا إن أنسر تو ده إيه لازمته؟ هنا بيتحط في إيه؟ رد على جواب ايه او حاجه معينه. بالظبط كده. يعني انا ممكن اكون انا الجواب ده اللي انا برد عليه ده ريليتد بجواب المقاول بعته لي، فانا باخد الريفرنس بتاع المقاول وبقول له ان الجواب اللي انا بعته ده ردا على الجواب اللي حضرتك بعته لي بريفرنس كذا بديت كذا. فده علشان لما اجي انا اعرف ان انا اقول انا رديت على ايه، لا مش الشخص المعني. ان انسر تو دي بمعنى ان هي دي الريفرنس الموجود في الجواب اللي انا ببعت اللي انا برد عليه. انا المقاول بعت لي جواب اكس، فانا برد على الجواب ده وبقول بديله ردي على الجواب ده، فلازم اقول ان ده ان ريفرنس تو ليتر كذا انا برد على الجواب ده، عشان يبقى هو عارف انا برد على انهي سبجكت، عشان اقدر ان انا اعمل تراك للسبجكتس بتاعتنا. وده كمان سبب ان انا اخلي كل الليترز بتاعتي في لوج واحد، ما افصلهاش تحت في التابس كده زي ما انا فاصله الار اف اي والماتيريال والام اي ار والكلام ده كله. ده الريفرنس اللي انا بتبعه في ان انا في ردي على الجواب بتاع المقاول ده، او ممكن برضو المقاول بيديني برضو الريفرنس بتاعه وهو بيرد عليا، الريفرنس الجواب بتاعي انا وهو بيرد عليا. تمام. فان انسر تو ده ريفرنس بتاع الجواب. تمام. طيب اكشن ريكوايرد يس، طبعا هنا احنا عملنا قائمه منسدله برضو او دروب ليست هنا، بحيث ان ممكن من اللترز اللي انا ببعتها انا مش مستنيه رد من الشخص اللي هتوصل له، او ممكن في جواب جاي لي انا مفيش اكشن ان انا هعمله، ده جواب فور انفورميشن. انا هنا لما اقول له اكشن ريكوايرد نو، يبقى انا هنا مش مستنيه ان هو يديني رد عليه، فهاجي كده ابص في الاخر هنا الاقيه هو هنا كتب لي كلوز. تمام. ان خلاص الجواب ده مقفول لان هو مش مستني رد عليا. طيب فرضنا ان الجواب ده هو يس، انا فعلا محتاجه رد عليه. طيب action required from ده قلنا ده الديستريبيوشن الداخلي بتاعي او الديستريبيوشن الخارجي بتاع اي جهه تانية انا مستنيه منها الرد. تمام. يعني انا هنا ممكن اكتب اسامي المهندسين اللي شغالين معايا انا في الشركه لو هو الجواب جاي لي من بره، واكتب ان هو ده الاكشن ده مطلوب من المهندس الفلاني او من الديبارتمنت مثلا الفلاني.
وبعدين احدد هنا ان هو ديستريبيوتد فيا ايه، الطريقه اللي انا عملت اللي انا بعت بيها، هل انا مثلا بعت اللاتر ده بايميل للشخص ده عشان يبقى عارفه، ولا ان انا سلمته له بترانسميتر مثلا، او ان انا سلمته له بايه. فهنا دي الطريقه المعينه اللي انا بعت له بيها الجواب، ان الجواب ده وصل له عن طريق ايه. هنا بقى الديت ده يبقى ديت استلام الشخص المعني ده بالجواب ده، لان احنا بالنسبه لنا الجوابات من اكتر الحاجات الكريتيكال جدا في المشاريع، بالذات الفاست تراك اللي بتبقى فيها مشكله اليوم او اليومين دي بتفرق معاهم. فانا لو انا استلمت جواب وقعد عندي اسبوع وبعدين عملت له ديستريبيوشن بعديها باسبوع، انا كده فقدت 7 ايام في البيريود اللي انا المفروض مستنيه ان انا ارد عليها في الجواب ده. تمام، فانا هنا كده بكتب هنا الديستريبيوشن فيا طريقه التوزيع اللي انا استعملتها فيه، وان هو وصل له في تاريخ كام، وبعدين المفروض ان هو يتبعت يترد عليه في تاريخ كام. طبعا احنا دي قلنا المعادله دي ان احنا بنشوف ان الديت المتعاقد عليه او المتعرف عليه بياخد عندي فتره قد ايه، 7 ايام، 14 يوم، 21، whatever العقد مكتوب فيه ان انت المفروض ترد على الحاجه بعد قد ايه. وبعد كده هنا درافتد فيا، لو الشخص ده عمل درافت لللتر ده، فهنقول ان هو مثلا بعته عن طريق مثلا عن طريق ايميل، هنكتب هنا ان ده عن طريق الايميل، وان هنا ده واكتب هنا الديت بتاع الايميل، او ان هو مثلا عن طريق ترانسميتر، او ان هو بعته لاي حد. فبكتب هنا برضو نفس برضو الطريقه اللي احنا كتبنا بيها الديستريبيوتد، هنا انا بكتب انا استلمته ازاي والدرافت جالي في تاريخ كام. تمام، نيجي بقى هنا على الستيتس. الستيتس هنا احنا عملنا فيها ايكويشن غير الايكويشن بتاعت السبميتلز التانية اللي احنا اتعملنا فيها، لان انا عندي هنا تو فاكتورز للايكويشن دي. اولا انا عاوز اقول ان الايكويشن دي لما يتكتب قدامها، لما يطلع لي هنا ديت، لما اكتب هنا ديت يكتب لي ان هي كلوز، ده واحد. اتنين، وعاوزه برضو ان انا لما اكتب ان الاكشن ريكوايرد هنا نو، برضو هنا يكتب لي كلوز. فهنا لقينا ان في معادله بسيطه جدا بتاعت اف اور هي اللي ممكن تحل لنا المشكله دي، ان هي بتقول اذا كان الخانه دي موجود ان فيها الاكشن ريكوايرد نو يبقى تكتب كلوز، واذا كانت الخانه دي كانت برضو فيها داتا برضو تكتب كلوز. فهي دي الايكويشن اف اور، لو الريكوايرد ديت اكبر من الصفر، او ان الاكشن ريكوايرد نو، في الحالتين دول يكتبوا ان هي تكتب لنا في الخانه دي ان هي كلوز، او لو هي لو دي مش موجوده او دي مش موجوده يكتب لنا هنا التايم اللي احنا بقى. يعني احنا مثلا لو شلنا دي كده وكتبنا الاكشن ريكوايرد نو او اكشن ريكوايرد يس، هتكتب لي هنا ان المفروض دي قدامها 12 يوم عشان يترد عليه. هو لسه كاتب لي الرقم ده بالاسود، مما يعني ان انا لسه في فتره السماحيه اللي انا ممكن ارد عليها على اللتر ده، يعني لسه عندي وقت ان انا ارد عليه. طيب لو انا مثلا عندي الوقت ده خلاص عدى، المفروض ان انا ده هرد عليه 7/7. طب انا لو كتبت ان ده مثلا جاي لي من 1/6، ليه هنا كتب لي 3؟ ان هو الوقت بتاعه عدى عليه كمان 3 ايام. انا كده كل مره هاجي افتح فيها الشيت هبقى متاكده وعارفه ان انا اول ما ابص للستيتس دي هعرف الستيتس بتاعت اللاترز بتاعتي واصله لفين، هل انا مخلصاهم كلهم، هل كلهم مقفولين، هل انا عندي حاجه مفتوحه، هل انا عندي حاجه عدت الوقت بتاعها، او عندي حاجه قربت تعدي الوقت بتاعها. فده كده الستيتس هنا هي اللي تعمل لي تراك على الدوكيومنتس. عشان كده انا كنت حريصه جدا ان انا وانا كاتبه لكم الاساينمنت ان احنا نقول ان احنا محتاجين ان انت تشوف طريقه تعمل بيها تراكنج للدوكيومنتس. الناس اللي ما كانتش عامله اي ايكويشنز في الاساينمنت هي بالنسبه لها كده مش قادره تعمل تراك، لان انت كل مره هتفتح فيها هتقعد تحسب التايم ده انا استلمته امتى والمفروض ان هو يترد عليه. تمام، نيجي بعد كده الريبلاي ديت، الديت اللي انا المفروض رديت عليه فيه، وبعدين الدوكيمنت تايب، واخر حاجه اللوكيشن. طيب في حاجه ناقصه هنا، حد عنده فكره؟ I received a duration. لا، ما انا مش هحتاج الديوريشن في حاجه. بالظبط، الريمايندرز. لو انا محتاج ان انا اعمل ريمايندر على جواب لازم يبقى في هنا خانه تعرفني ان في ريمايندر.
لازم في هنا حاجة تقولي إن أنا بقدر إن أنا أعمل ريمايندر. عندنا برضو دور كده من ضمن الحاجات اللي جديدة علينا في اللوجز القديم. تمام، محتاجة هنا إن أنا أقول إن في ريمايندر مثلا اتعمل، يعني محتاجة إن أنا هنا يبقى في عندي خانة تقول إن أنا عملت ريمايندر مرة أو عملت ريمايندر مرتين أو إيه الديت بتاع الريمايندر عشان أبقى عارف إن أنا عملت تراك للإيشو دي ولا لأ. تمام، إحنا كده خلصنا الأسايمنت. في كده أي سؤال فيه؟ بالظبط، إحنا ممكن نعمل ريماركس ونعملها ألف ريماركس. في أي حاجة مش واضحة كده في الجزئية دي؟ طيب تمام، خلينا بقى نبتدي المحاضرة بتاعت النهاردة. في حد بيقول ممكن المرسلات ما تبقاش جواب، صح؟ اه طبعا، ممكن المرسلات تبقى ايميلز، ممكن تبقى فاكسز، ممكن تبقى يعني اي وسيلة اتصال ما بينك وما بين اي شركة تانية، بس هي غالبا الايميلز انا بحس ان هي الايميلز هي اصلا اوريدي معمول لها تراكينج في الميل بوكس بتاعك، يعني مش لازم ان انت تنقلها لشيت اكسل عشان تعمل لها تراك، تقدر تعمل لها تراك وهي في مكانها، لان انت كمان السيرش عندك هيبقى سهل ان انت تعرف توصل للايميل او توصل للاتاتشمنت بتاعها، فما بتبقاش محتاجه ان انت تعمل معادله مثلا او انت تزود شغل عليك، هي بس اللاترز عشان تبقى هارد كوبي هي احنا بتبقى محتاج ان انت تعمل لها تراك. ممكن يبقى ايميل او حاجه تانية. اه، وفي فعلا كورسبوندنس، في عقود ما بتعترفش بالكورسبوندنس الا عن طريق اللاترز بس، تقول ان الوسيله الوحيده للاتصال في الشركه او في الكوميونيكيشن في الشركه هي بس الجوابات، هي المراسلات الورقيه. ما احنا الديدلاينز احنا عاملينه في الخانه بتاعه الستاتس، ان هي بتعد ديدلاين وفي الاخر لما بتخلص الايشو بيكتب ان هي كلوز. عاده بيبقى سؤال العنوان بيبقى نفس رد الخطاب، بالظبط دايما بيبقى نفس العنوان، انت بترد على نفس الايشو يعني. تمام، يلا نبتدي.